الغرب قرر تحطيم مبادئ العولمة، بيدمروا مش بس الحاضر بل المستقبل. فجأة بقت أموالهم حرام لما اختلفتم معاهم. طب سبتوه ليه يشتري تشيلسي يجيب فلوسه بريطانيا؟ الصين مش عايزة تلاقي نفسها تحت رحمة الغرب. الهند هي كمان مش بعيدة عن التفكير ده. ممكن جدا في السنوات القادمة نشوف نظامين ماليين متوازيين حول العالم. قد تصير الزلزال الذي يهدد عرش الاقتصاد الأمريكي. هدموا الصنم اللي صنعوه بأيديهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الجزيرة مباشرة الكرام. قبل ما نبدأ لازم نحيي لاعب السكواش المصري علي فرج، اللاعب المصنف رقم 2 على مستوى العالم كله، اللي وقف أثناء تتويجه في إحدى البطولات العالمية الكبرى في الأسبوع الماضي، ولما طلبوا منه يقول كلمة عن أوكرانيا ذكر العالم كله بفلسطين. Look at the oppression everywhere in the world. I mean, the Palestinians have been going through that for the past 74 years. But I guess because it doesn't fit the narrative of the media of the West, we couldn't talk about it. But now that it's, we can talk about the Ukraine, we can talk about Palestinians. So please keep that in mind. المشهد الرائع اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي بيأكد لينا كلنا ان قضية فلسطين ستظل حية في وجدان هذه الأمة، وان مهما حصل الحق لن يضيع. اللاعب علي فرج فكرنا كلنا ان كل واحد فينا لازم يكون له دور في الاحتفاظ بقضية فلسطين حية في ذاكرة الأمة، حاضرة في كل الأوقات. وياريت كل واحد فينا ايا كان موقعه بقى، لاعب، رجل أعمال، صحفي، فنان، كلنا مطالبين باستحضار قضية فلسطين في محافلنا المحلية وفي المحافل الدولية. نرجع لموضوع الحلقة، ما زلنا نعيش مع أحداث الحرب الروسية الأوكرانية. قبل تسجيل الحلقة مباشرة رئيس الوزراء الأوكراني زيلينسكي ألقى كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، كلمة عاطفية جاب فيها فيديو بيوضح مدى معاناة الشعب الأوكراني. زيلينسكي طالب أمريكا بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا. الطلب ده ما زال حتى الآن كل زعماء حلف الناتو بيرفضوه بما فيهم بايدن. فرض حظر جوي فوق أوكرانيا هيؤدي إلى صدامات عسكرية بين طائرات حلف الناتو وطائرات الروسية، وده غالبا لا قدر الله هيبقى سبب في اشتعال الحرب العالمية الثالثة، عشان كده رفضينه. خطاب زيلينسكي فكر العالم بخطاب مماثل ألقاه تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق في 26 ديسمبر سنة 1941، ونجح فيه أنه يقنع أمريكا أن هي تشارك في الحرب العالمية الثانية. أما خطاب زيلينسكي فلا أعتقد أنه سيدفع الناتو لدخول في مغامرة قد تؤدي لحرب عالمية، لا الناتو مستعد ليها ولا عايزها. الناتو والغرب سعيد بإنهاك قوة روسيا، وللأسف بيستخدم أوكرانيا وشعبها ومعاناته وسيلة لاستنزاف روسيا. بمجرد انتهاء كلمة زيلينسكي أمام الكونغرس، بوتين خرج بكلمة هاجم فيها الغرب بقوة وأكد فيها إصراره على استكمال ما بدأه. الخطابين للأسف قللوا من التفاؤل اللي كان حصل لما الروس قدموا تنازل امبارح، وافقوا أن أوكرانيا تحتفظ بجيشها في مقابل أن تكون دولة محايدة، نفس نموذج النمسا والسويد، يعني بوضوح لا تنضم للأحلاف العسكرية وتدي ضمانات لروسيا بكده. لكن للأسف الحكومة الأوكرانية رفضت مقترح الدولة المحايدة. الحقيقة كان نفسي زيلينسكي وحكومته يقبلوا العرض ده، خاصة إن اللي بيدفع ثمن الحرب هو الشعب الأوكراني المسالم الغلبان. لغاية 15 مارس كان في أكثر من 3 مليون أوكراني لاجئ، 3 مليون هجروا بلادهم وأصبحوا لاجئين في مخيمات أوروبا. التقارير الحكومية الأوكرانية بتقول أنه تم تدمير ما يزيد عن 100 مليار دولار من بنية تحتية ومباني وطرق وجسور ومستشفيات ومدارس وغيرها. التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتشير أن 90% من السكان الأوكرانيين قد يواجهون الفقر الشديد في حال استمرار الحرب. الأمم المتحدة بتقول أن ده سيعيد أوكرانيا والمنطقة لعقود إلى الوراء، وأنه هيترك ندوب وجروح اجتماعية واقتصادية عميقة لأجيال قادمة. ياريت القادة السياسيين سواء في روسيا أو أوكرانيا أو في الغرب يعرفوا أن هما بيدمروا مش بس الحاضر بل المستقبل. ياريت ضمائرهم تستيقظ ويوصلوا لحلول، لأن الضحايا في النهاية هي شعوب كل أمانيها أن هي تعيش في سلام. في شأن آخر، المفكرين والمحللين يتوقعوا أن أحد أهم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية ستكون نهاية العولمة. خلينا نعرف الأول العولمة. العولمة ببساطة هي إسقاط الحدود، إن العالم يصبح كيان واحد. العولمة هي انتشار المنتجات والتكنولوجيا والمعلومات وحتى الوظائف والثقافات عبر الحدود. ف
فالعولمة بتؤدي إلى تفاعل أكبر بين البشر عبر الدول، بتساعد على تبادل الأفكار والقيم والفنون والثقافات، وسياسيا بتعزز أدوار المنظمات الحكومية الدولية زي منظمة التجارة العالمية وغيرها. ومن الناحية القانونية، العولمة بتقوي دور القانون الدولي وتوسع سلطات المحاكم الدولية. طيب السؤال المهم، إيه اللي حصل في الحرب؟ الغرب قرر تحطيم مبادئ العولمة، العولمة اللي كانوا بيقنعونا بيها من بداية التسعينات، من ساعة انهيار الاتحاد السوفيتي والشيوعية. مثلا فجأة مبدأ حماية الممتلكات الخاصة انهار، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا استولوا على ممتلكات الأثرياء الروس، إيش يخوت، قصور، طيارات، شغل عافية كده. حتى بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد وجه كلامه للأثرياء الروس وقالها صريحة: نحن ننضم إلى حلفائنا الأوروبيين للعثور على اليخوت الخاصة بكم، للعثور على قصوركم الفاخرة وطائراتكم النفاثة الخاصة بكم، وسنستولي عليها، نحن قادمون من أجل مكاسبكم السيئة. طب يا أستاذ بايدن وأستاذ ماكرون ويا قادة بريطانيا وإيطاليا وألمانيا، المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتقول لكل فرد حق في التملك بمفرده أو الاشتراك مع غيره. المادة بتقول لا يجوز تجريد أحد مما يملك تعسفا. طيب بأي حق وتحت أي مسمى بتصدروا ممتلكات الأفراد الروس؟ هل هذه هي قواعد الاقتصاد الحر؟ هل هذه هي حماية الملكية الخاصة؟ حاجة تانية، بايدن بيقول أصل دي أموال فاسدة وممتلكات سيئة، والبي بي سي عاملة تحقيق نشرته من يومين يوم 15 مارس بتثبت فيه إن أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي كون ثروته عام 95 من خلال عملية فساد بالاشتراك مع حكام روسيا وقتها. أول سؤال، أنتوا اكتشفتوا ده فجأة يا جماعة؟ اكتشفتوا إن الناس دي فاسدة؟ لما دمروا جروزلي عاصمة الشيشان في التسعينات كانت أموالهم حلال؟ لما قعدوا يقصفوا مدن سوريا 10 سنين ويقتلوا الأطفال والنساء كانت أموالهم لا غبار عليها؟ فجأة بقت أموالهم حرام لما اختلفتم معاهم؟ طيب إبراموفيتش حرامي، سرق بقى مع مين؟ حسب تقرير البي بي سي سرق مع يلتسن، يلتسن الصديق المقرب من الغرب وحليفهم المفضل، يلتسن اللي كانوا بيعدوه قائد التغيير. طيب إبراموفيتش سرق امتى؟ سرق سنة 1995. طيب سبتوا ليه يشتري تشيلسي ويجيب فلوسه بريطانيا؟ ده الراجل اشترى تشيلسي سنة 2003، يعني بعد عملية الفساد دي بثمان سنين، ليه ما سألتهوش وقتها جبت الفلوس دي منين؟ إبراموفيتش بيملك تشيلسي من 19 سنة، افتكرته بعد 19 سنة انه حرامي ولازم ناخد فلوسه؟ الغرب لم يستولى على اموال الاثرياء الروس فقط، وزير المالية الروسي بيقول ان 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا اصبحت مجمدة في بنوك الغرب ولدى حكوماتها. هذا التصرف سيجعل دول كثيرة تعيد حساباتها في سياستها المالية، دول كثيرة هتتردد بعد كده في ان هي تودع اموالها في بنوك الغرب. كمان الغرب استبعد روسيا وبنوكها من نظام سويفت اللي هو نظام تبادل الاموال عبر البنوك، فأصبحت البنوك الروسية لا تستطيع التعامل مع العالم الخارجي. روسيا ما تقدرش تحول فلوس للخارج علشان تشتري احتياجاتها، ولا تقدر تستقبل فلوس علشان تصدر منتجاتها. رد الفعل إيه بقى؟ ديفيد تشاو خبير الأسواق المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان بيأكد إن رد الفعل إن الثقة تآكلت في الدولار واليورو بعد هذا التجميد وبعد هذا الاستبعاد. الصين بدأت تبحث عن بدائل، الصين مش عايزة تلاقي نفسها تحت رحمة الغرب. وول ستريت جورنال سربت خبر الأسبوع ده إن السعودية والصين بيدرسوا التعامل بينهم باليوان الصيني. زي ما حضراتكم عارفين أحد مصادر قوة الدولار إنه العملة المستخدمة في التجارة العالمية، وطبعا أهم سلعة هي البترول، وأكبر مشتري للبترول في العالم هي الصين، ومن أكبر المصدرين السعودية. تخيلوا لو الصين فتحت باب شراء البترول بعملتها المحلية وبدأت الدولة بحجم السعودية تقبل بده، بالتأكيد دول تانية هتتبعها. خبر تاني ذكرته جريدة جلوبال تايمز الصينية. جلوبال تايمز بتقول ان الهند ناوية تشتري البترول الروسي بأسعار منخفضة وهتدفع باليوان الصيني. الاتفاقات دي لو تمت مش هي اللي هتأدي لانهيار الدولار، ولكنها كرة ثلج صغيرة، كرة صغيرة ستبدأ في التدحرج وقد تكبر، وخلال عدة سنوات قد تصير الزلزال الذي يهدد عرش الدولار، وقد تصير الزلزال الذي يهدد عرش الاقتصاد الأمريكي. فيونا ليم كبيرة المحللين للعملات الأجنبية في مالاي بانكينج BHD شايفة إن هذا لو تم ممكن جدا اليوان يصبح هو أحد عملات الاحتياط الرئيسي للبنوك المركزية في العالم، خاصة إن الصين حاطة في دماغها تدويل اليونان على رأس أولوياتها، وحاولت قبل كده مع عدة دول
منها روسيا والهند والسعودية أن التبادل التجاري بينهم يبقى باليوان مش بالدولار. فربما حان الوقت والظرف لتطبيق هذا. وعلى فكرة الهند هي كمان مش بعيدة عن التفكير ده. الهند بتفكر في إيجاد بدائل لنظام المالي الغربي. مودي رئيس وزراء الهند بيسعى جاهدا للخروج من عباءة بطاقات الائتمان الأمريكية، الفيزا والماستر كارد وأمريكان إكسبريس. مودي كان له خطاب في 2018 طالب فيه الشعب الهندي بالتوقف عن استخدام الكروت الأمريكية. مودي شجع الناس أن هي تستخدم النظام الهندي البديل روبي. النهاردة روبي عنده 600 مليون بطاقة ومستحوذ على 60% من سوق البطاقات الائتمانية في الهند. روسيا هي كمان عندها بطاقات ائتمانية اسمها مير. الصين عندها بطاقات اسمها يونيون باي. لسه نظم الدفع دي عندها مشاكل. أكبر مشكلة أن هي مش متواجدة على مستوى العالم وغير متعامدة دوليا زي الفيزا وماستر كارد. ولكن هناك بعض الدول بدأت تفعل نظام للاعتراف المتبادل فيما بينها بالبطاقات المحلية، وشوية شوية هنلاقي دول بتعمل تحالفات فيما بينها للاعتراف بنظم الدفع الإلكترونية المحلية، وربما يأتي وقت تكون أكبر وأضخم من نظم أمريكية. ده غير بقى ان احنا متوقعين الحكومات تشجع مواطنيها انهم يستخدموا البطاقات المحلية دي لاعتبارات قومية. ممكن جدا كمان الحكومات تدفع المرتبات فقط بالبطاقات المحلية أو ما تقبلش أن الناس تدفع الرسوم غير بالبطاقات المحلية. وعلشان كده ماثيو ويلر الرئيس العالمي للأبحاث في forex.com شايف أن ممكن جدا في السنوات القادمة نشوف نظامين ماليين متوازيين حول العالم. فما أقدم عليه الغرب والأمريكان الحقيقة أن هم هدموا الصمم اللي صنعوه بأيديهم، هدموا مفهوم العولمة. ما حدث هو بداية انهيار العولمة بكل مظاهرها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. عموما المشهد لسه فيه الكثير. بإذن الله هنحاول في الحلقات القادمة نساعد حضراتكم تنظروا بعمق وتفهموا أكثر ما يدري في المشهد. ياريت ترسلوا لي أسئلتكم على حسابي على تويتر، تشتركوا في قناتي على يوتيوب، وفعلوا خاصية الجرس عشان تصلكم الحلقات بإذن الله تعالى. شكرا لمتابعتكم لنا.